أبحاث كتيرة اتعملت في أواخر القرن العشرين على مرض من أشهر أمراض العصر وأكثرها فتكاً بحياة الإنسان، وهو الاكتئاب. آخر بحث اتعمل كان في جامعة كامبريدج البريطانية، أثبت إن أحد أسباب الاكتئاب الرئيسية مش حدث يحصل لك أو مشكلة تأذيك، إنما هو نمط من أنماط التفكير أدرجه العلماء تحت بند التشوهات الفكرية الكوجنيتيف ديستورشن. السبب ده اسمه All or Nothing، يعني يا إما أحقق كل حاجة يا إما أسيب كل حاجة واكتئب، يا إما حياتي بيضة وكلها سعيدة يا إما حياتي كلها سودة وتعيسة وأنا مكتئب. ضرب لك مثال، واحد مثلا عامل دايت ومرة بوظ وجبة، فخلاص أنا بوظت الدايت أنا ما عنديش إرادة، ويبدأ يأكل ويرجع أتخن من الأول ويكتئب. بنت حصل لها انفصال مرة في حياتها مثلا، فسخت خطوبتها، فتقول الرجالة ملهاش أمان، أنا مش مكتوب لي السعادة، أنا تعيسة وتكتئب. واحد يفوت فرض، يفوت الفجر مثلا، فيبطل صلاة بقيت اليوم شكلي كده ربنا مش قابلني ويكتئب. مرة حد يقعد مثلا أسبوع ما يسألش عليك، خلاص ده تخلى عني ومش عايزني والناس ما بقاش ليها أمان في الزمن ده، وتنهار العلاقة ويكتئب. كأن بيحصل انهيار كامل بسبب خطأ واحد، وده بيسموه التشوه الفكري. العلماء علمونا أن الشريعة جت بمبدأ عكس المبدأ ده. عندنا مفهوم كده في الشريعة بيقول ما لا يدرك كله لا يترك كله، يعني اللي ما لحقتوش كله ما تسيبوش كله. يعني مثلا أضرب لك مثال، ترك بعض الأعمال الصالحة مش بيلغي ثواب أعمال صالحة تانية. مش معنى أنك غلطت غلطة في طريقك لربنا أنك ضعت وتوقف بقى علاقتك مع ربنا، شكلك مش مقبول، مش كده. من أشهر الأمثلة دي لو واحدة لسه ما تحجبتش يقولوا لها صومك وصلاتك مش مقبول، وده غلط. الحجاب فريضة، بس ترك فريضة الحجاب لا يلغي ثواب فريضة الصلاة أو الصيام. واحد فوت صلاة الفجر، النبي قال له عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، تلك كفارتها، اصحى صلي الفجر اللي فاتك وكمل صلاة بقية اليوم. واحد يقول لرسول الله عليه الصلاة والسلام إنه بيصلي لكنه بيعمل كبيرة من الكبائر، تخيل النبي قال إيه؟ قال ستنهاه صلاته يوما. مش يقول له سيب الصلاة لغاية ما تتوب لربنا، لأن الإنسان اللي بيعمل كبيرة دي هيدعي وهو ساجد يا رب توب عليا من الغلطة دي. علشان كده العلماء بيعلقوا، علماء الحديث بيعلقوا على حديث من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، بيقولوا ده حديث باطل، النبي ما قالش الكلام ده صلى الله عليه وآله وسلم. علشان كده العلماء تعلموا المعنى ده. بشر الحافي أحد الصالحين بيقول إن لم تطع فلا تعصي، يعني في طاعة معينة أنت مش عاملها في حياتك مش معناها أنك تقضي حياتك كلها معاصي، حاول تطيع على قد ما تقدر وحاول تبعد عن المعاصي على قد ما تقدر. مش يا إما طائع وما عنديش غلطة يا إما عاصي ودمرت علاقتي بربنا سبحانه وتعالى، ده تشوه فكري. عشان كده التشوه ده كان موجود عند إبليس، وده اللي ضيع إبليس. ربنا سبحانه وتعالى لما أمر يسجد لسيدنا آدم فرفض، فربنا طرده من رحمته. فالطبيعي ان ابليس يروح لسيدنا ادم يقول له حقك عليا اشفع لي عند ربنا، انا ما كنتش اعرف ان مقامك كبير عند ربنا كده. لكنه قال لربنا سبحانه وتعالى انت طردتني علشان ادم، طب انا بقى هدمر ذريه ادم كلها ويكتب عليه الغضب ليوم القيامه. علشان كده الانسان دايما باستمرار لازم يقعد يفكر مع نفسه، الحاجه اللي انا مقصر فيها هحاول اعملها، وعندي حسنات ان شاء الله ربنا هيقبلها سبحانه وتعالى. ما لا يدرك كله لا يترك كله. طب الحل ايه؟ الاستئناف بعد الخطأ، توب وكمل حياتك على سابق العهد لو غلطت مرة أو مرتين أو حتى عشر. ربنا في القرآن بيقول وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا هيعمل فيهم ربنا إيه؟ قال لك عسى الله أن يتوب عليه، يعني كأن ربنا بيديهم الأمل كملوا هتبقى كويس في يوم من الأيام. ربنا في القرآن بيقول إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، يعني خليك دايما فاكر المعنى ده إن الحسنات بتذهب السيئات عشان ما تكتئبش لما تغلط. حتى في معاملة البشر لو غلطت في حد كسرت بخاطره صلح، اعمل معاه موقف كويس لعل ببركة ربنا يذهب الأثر السلبي اللي في قلبه ده. فاللهم يا رب إنك تعلم أن في كل قلب واحد منا همّا لا يعلمه إلا أنت، فاللهم فرج هم المهمومين.